اهلا بكم، مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم وصلتنا الكابتيفا البريمير موديل 24 النيو شيب فيس ليفت مع التغييرات اللي تمت عليها. اللون الاحمر زي ما انتم شايفين، اللون الاحمر ما شاء الله عامل شغل جامد جدا، لون قوي. طبعا السياره 7 ركاب 1.5 4 سلندر توربو 143 حصان و252 نيوتن متر. ده شكلها من الخلف مع الانيميشن على الاشارات. هنشوف شكلها من الامام كمان. طبعا مرايات عليها الاشارات، وفي شدات على السقف، دخول ذكي على الابواب، رنجات قياس 18 انش، الاضاءة كاملة LED فوق وتحت مع الكروم على الجريل الامامي، دخول ذكي على الابواب. هنا استهلاك البترول، الداخلية طبعا بيكون هنا لون جلد بيج تيتانيوم كروم، كروم على التابلو، جلد على التابلو، الاعداد الديجيتال، الشاشة الكبيرة طبعا، الجير، الهاند بريك الاوتوماتيك، والفتحة البانوراما. بتنزل السيارة بلون بيج قماش الكراسي، وممكن طبعا تحولها للبي اتش اديشن. انتوا عارفين البي اتش اديشن عندنا نقدر نعمل اللون الداخلي نفس اللون البيج، او نقدر نعمله باللون الاحمر مع الاسود. فقط ننتظر اتصالاتكم 050-516-3525. مهند بن حموده للسيارات، واهلا بكم. اشترك في القناة الان.